ثلاث سنين من الدعوة سرا، وعشرا تلتها جاهرا بها جهرا، وشتى صنوف العذاب صبت عليك يا رسول الله صبا صبا، حاربك الجبناء وتسلط عليك السفهاء، وخذلك الأذلاء عرضوا عليك المعطيات وزادوا في المغريات، وماذا كان ردك يا رسول الله؟ وماذا كان ردك بكل ثقة وقوة قائلا: والله يا عماه، والله يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فتحملت الأذية يا رسول الله بدعوتك الرعية، مستنصرا برب البرية، تاركا وراءك الجوع والحرمان والألم والأحزان، معلنها أمام العدو والأعوان: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. ولنبيه أن ينتصر، وللشرك أن يندثر، وللفرقة أن تتردى، وللأخوة أن تتبدى، فأوحى إلى الحبيب نبيه بالخروج من مكة المحببة إلى قلبه، إلى المدينة التي نورت بوجهه صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فتقدما في المسير، فسمع الأنصار بخروجهما فخرجوا، وكان أكثرهم لا يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال النبي وصاحبه يتقدمان، وازدحم الناس وما يميزون بين أبو بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقدم الحبيب والجمع يصيح: أيهم هو؟ أيهم هو؟ ونبيكم قد شارف المدينة، والناس تصيح: